مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا مشاهدي قناة سي تي في وبرنامج في النور في كل مكان. يتجدد معكم اللقاء دوما في تمام التاسعة، برنامجكم في النور، حلقة الحد 31 مارس 2024. شهر مارس خلص، بكرة 1 إبريل. وطبعا لما بنقول 1 إبريل كلنا بنفتكر كذبة إبريل والمقالب اللي بنعملها في بعض، كانت زمان دلوقتي بقت على السوشيال ميديا وكلام، حاجة كده بتعمل جو من الروح الحلوة بين الناس وبعضيها. لكن احنا نفسنا السنة دي ما تبقاش كذبة إبريل، نفسنا تبقى صدق إبريل، صدق إبريل في الأسعار. نفسنا السنة دي إبريل يفاجئنا ويبقى صادق من بكرة ونلاقي أسعار كويسة، وما تبقاش كذبة إبريل وتبقى صدق إبريل، لأن فعلا الناس محتاجة الأسعار تنزل. فيا رب كده يكون دخلت شهر إبريل علينا بالأعياد والمناسبات الحلوة أفضل من شهر مارس، 3 شهور عدوا من السنة وإن شاء الله بقيت السنة تعدي على خير. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا جدا جدا، وهيشرفنا فيه ضيف مهم جدا، نقيب أطباء مصر، وهنتكلم عن الأطباء. أطباء مصر هم ثروة بشرية عظيمة، والطبيب المصري اللي مش عارف بره مطلوب بقوة. ولما أعني بره بتكلم في كل الدول، عربية أوروبية أمريكية، الطبيب المصري طبيب متكلف ومصروف عليه وخبرة محترمة جدا. ولكن أطباء مصر بيعانوا من بعض المشاكل، ومن أكتر المشاكل اللي بيعانوا منها الأطباء أو اللي بتعاني منها مصر في حكاية المجال الطبي، يعني هجرة الأطباء إلى الخارج. فبعد ما بيتدرب وبعد ما ياخد خبرة كويسة جدا احنا بنستفيدش بيه. الإشكاليات دي كلها وإشكاليات الأطباء والكلام ده كله هنتكلم عليه النهاردة في فقرتنا الرئيسية اللي هيشرفنا فيها نقيب أطباء مصر. عشان كده بقول لحضراتكم في البداية، كل اللي عنده أسئلة وكل اللي عنده إشكاليات، ابنه، أخته، أخوه، مراته، جوزها، ابن خالتك، ابن عمتك، أنت، كل مشاكل الأطباء هنتكلم فيها النهاردة مع نقيب الأطباء. ابعتوا لنا كل ده في تعليقاتكم اللي بتبقى على صورة البرنامج على صفحة القناة سي تي في ايجيبت اللي بتنزل قدام حضراتكم، وتقدروا تاخدوها من الكيو ار كود اللي بينزل على الشاشة. ايه السبب في هجرة الأطباء او شباب الأطباء خارج مصر؟ من وجهة نظرك ايه السبب؟ كلنا لينا قرايبنا واصحابنا واولادنا واحنا والناس كلها، ليه وازاي مصر تستفيد من خبرة كوادرها في الأطقم الطبية وخاصة شباب الأطباء؟ والحد بقى لما نوصل للفقرة دي هنشوف التعليقات بتاعة حضراتكم ونناقشها مع نقيب الأطباء اللي هيشرفنا النهاردة. طيب تعالوا نروح بقى لأخبارنا، وبداية أخبارنا عن التوك توك. التوك توك اللي أصبح أمر واقع عندنا في شوارع مصر لا مفر منه، ولكن قلنا طالما أصبح أمر واقع يبقى لازم يقنن، يقنن في اللي بيسوقه، يقنن في رخصته، يقنن في خط السير بتاعه، ما يطلعش يقنن، ما يمشيش عكس الاتجاه، ما بقاش أنا ماشي في اتجاهي ولاقي التكاتك كده هجم عليا، لا أنا عارف أعدي من ده، بيحلقوا يعني علينا كده من ناحيتين بالتعبير بتاعنا الدارج. ففي خبر بيتكلم عن توحيد أجرة التوك توك في معظم مراكز ومحافظات ومدن جمهورية مصر العربية إنها تبقى 5 جنيه. الطبيعي إنها تبقى 5 جنيه، في ساعات ناس بتزود، في ساعات ناس بتبالغ، في الكلام ده كله. نظمت مجالس مدن طنطا وكفر الزيات وبسيون في محافظة الغربية حملة لوضع تعريفة على التوك توك، إنها تلزق كده ستيكر على التوك توك 5 جنيه. دي حاجة عظيمة جدا، كل التحية والتقدير لمحافظة الغربية، مش محافظة الغربية بس، ده الشرقية كمان، في مركز ومدينة الإبراهيمية كان في حملات مع بالتنسيق مع مراكز الشرطة انهم يحطوا برضو التعريفة بتاعت الركوب 5 جنيه على وش التوك توك من قدام عشان ما حدش يغلي عليهم. وخلال الحملة تم وضع طبعا الكلام ده كله. كفر الشيخ برضو مشيت في نفس القصة، مركز مدينة سيدي سالم برضو عملوا نفس القصة وحطوا الكلام ده كله. دقهلية كملت نفس الموضوع على مستوى مراكزها، والبدرشين والحوامدية في الجيزة، ودي خطوة كويسة جدا عايزينها بقى في كل المحافظات. احنا النهاردة بنتكلم كده على الدلتا تقريبا وبعض المحافظات، عايزين الكلام ده يبقى في بحري، يبقى في القاهرة، يبقى في ضواحي القاهرة، لأن بصراحة خلاص هو بقى أمر واقع وناس كتير وفتح بيوت ناس كتير. وعشان برضو أبقى منصف، ما اقدرش اقول ان كل سواقين التوك توك ناس مش كويسه، لا، في ناس بتجيبه وبتزود بيه دخلها او بتشتغل عليه هو وابنه هو واخوه هو بتاع زي الفل. بس احنا محتاجين قانون، قانون بقى ينظم ايه؟ ينظم السن بتاع اللي يسوق، عشان ما الاقيش ولد صغير كده 12 13 سنه سايق توك توك، وما الاقيش واحد عنده مشاكل
مع كل احترامنا وتقديرنا لأي حد عنده مشاكل صحية في نظره أو في حاجة وسايق توك توك، زي ما أنا كقائد سيارة عليا التزامات وأنا بسوق العربية سواء في عربيتي أو في أنا في رخصة القيادة، أنا عايز بتاع التوك توك يبقى كده، وعايز حملات تتعمل بقى وحدة المحلية، تتعمل إدارة المرور، تتعمل زي ما تتعمل، المهم يبقى عليها رقابة بين الكلام ده كله. يعني أنا لسه من يومين كنت في مشوار فكان لازم أخد توك توك، فأنا نازل الراجل بيقول لي خلي ده أنت قد والدي وهو أكبر مني يعني على المناسبة يعني. فحلو إن أنا ألاقي حد كبير سايق، وحلو إن أنا ألاقي حد محترم سايق، فيبقى عندي التزام بالسن 16 بقى 18 زي ما يتحط، ويبقى عندي التزام بخط السير، ويبقى عندي التزام بالتعريفة. فخلاص فيعني عشان برضو حتى المظهر الحضاري بتاعنا، ما ينفعش ابقى ماشي في شارع عمومي وفي منطقه معينه والاقي التكاتك ماشيه كده ايه غزوه إيه التكاتك. طيب عندنا خبر مهم جدا النهارده، كان في اجتماع سياده الرئيس اللي وجه بسرعه الانتهاء من الخطوات التشريعيه لتسهيل مشاركه القطاع الخاص في المنظومه الصحيه، واستعرض كمان سياده الرئيس الخطوات التنفيذيه لدعم وتوطين صناعه الدواء وفتح مجالات جديده للتصدير. اهتمام الدوله بالمجال الصحي والتامين الصحي والمستشفيات الحكوميه ودعم القطاع الخاص خطه استراتيجيه بتوجيهات من سياده الرئيس، وكان الاجتماع ده حاضر فيه دكتور مصطفى مدبولي، مستشار عمر مروان، دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه ووزير العدل، واجتماع يعني كان مهم جدا جدا جدا. عشان نعرف تفاصيل هذا الاجتماع وما دار فيه وتوجهات الدوله في هذا الشأن وفي هذا القطاع الطبي، بيشرفنا يكون معانا على الهاتف الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية. دكتور محمد أهلا بحضرتك. أهلا أهلا بيك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم. سيادتك بخير دايما إن شاء الله. دكتور محمد، عايزين نفهم من حضرتك تفاصيل هذا الاجتماع، توجهات سيادة الرئيس وإيه اللي تم فيه وإيه اللي هنشوفه في المرحلة الجاية في توجهات واهتمام الدولة في القطاع الصحي. أولا سيادتك، يعني كما أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، وكان دايما هناك اهتمام كبير جدا بمنظومة الرعاية الصحية في مصر بكل مكوناتها. وطبعا في مع اتساع نطاق الخدمات الطبية في مختلف المواقع والمبادرات الرئاسية الكبيرة جدا والممتدة، فالحاجة للخدمات الطبية في مختلف المواقع ومختلف الأماكن وبدرجاتها المختلفة، الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثلاثية، فهنا في دعم لمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية في مصر لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين. وهنا يعني كما واجه سيادة الرئيس مشاركة القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات مهمة جدا، وحتى التأمين الصحي الشامل والتأمين الصحي العام الموجود حاليا كليهما بيستعين بمقدمي الخدمات الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين. تمام دكتور محمد، هذا الدور مهم جدا بحيث ان الدولة تستفيد بكل الامكانيات والطاقات الطبية اللي موجودة في مصر لتقديم هذه الخدمات للمواطنين في مختلف المواقع. تمام. طب ايه اللي يقدر يقدمه القطاع الخاص في الفتره اللي احنا فيها واحنا عندنا مستشفيات وعندنا جهات خاصه كتير فيها كتير من الكوادر، عشان منظومه التامين الصحي بشكلها او الخدمات المقدمه للمواطن تكون بالمستوى اللائق وفي نفس الوقت تكون تحت رقابه وسيطره الدوله بالتعاون مع القطاع الخاص؟ كما قلت لسيادتك، هي هناك استعانه واستفاده من قدرات وامكانيات القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات. هي دي يعني جزء من المنظومه الطبيه اللي موجوده في مصر، وجزء هذه الاماكن فيها امكانيات وفيها اجهزه وفيها قوى بشريه بتعمل. طبعا كل هذه الامكانيات بتستخدم الاستفاده منها لتقديم الخدمات الصحيه للمواطنين. تمام. دكتور محمد، عندنا يعني زي مدينة النيل الطبية اللي هي معهد ناصر ومشروع المعامل المركزية، وعندنا كمان توجيهات سيادة الرئيس بالمستشفيات الجامعية اللي بتشهد حركة تطور رائع هذه الأيام، بنشوفها في مستشفيات جامعة عين شمس وجامعة القاهرة وبقية الجامعات، ده كله بيساند برضو مع تقديم خدمة طبية متميزة. طبعا فندم، هي ده جزء زي ما قلت للسيادة، ده جزء من المنظومة الطبية، جزء من الامكانيات والطاقات المتاحه في مصر، وفي الاخر كلها بكل مكوناتها وكل طاقاتها وكل امكانياتها
بتساهم في تقديم الخدمة الصحية للمواطن. تمام يا دكتور. والمستوى الرفيع وتحت معايير يعني خلي بس سيادتك، هناك هيئة الآن للاعتماد الخدمة الطبية والرقابة والمتابعة بتشرف وتساهم في تأكد أن مستوى الخدمة الطبية اللي بتقدم للمواطنين بمعايير الجودة العالمية وبكل الإمكانيات المتاحة في هذه الأماكن. تمام دكتور محمد، ومن كان من ضمن طبعا الخطوات اللي تابعها سيادة الرئيس توطين الدواء واهتمام الدولة بالتصنيع الدوائي وتصدير الدواء، كان في بعض المشاكل اللي بتواجه بعض الناس في التأمين الصحي بنقص بعض الأدوية. مع توجيهات الرئيس بتوطين صناعة الأدوية والاهتمام بيها، هل هتشهد صناعة الدواء في مصر خلال الفترة القادمة مزيد من التطور؟ ويمكن حاجة تتذكر أن السيد الرئيس أوصى وتابع وحضر افتتاح ومتابعة المدينة الطبية، المدينة الدوائية اللي موجودة في مصر. كل الهدف أن احنا نزيد من حجم الإنتاج الدوائي، نوطن الصناعات الأدوية الحديثة واللي بتعتمد على التكنولوجيا الحيوية وأدوية الأورام وأدوية البيولوجية وأدوية اللي بتعتمد على يعني انواع حديثه جدا من انتاج هذه الادويه. تمام. فتوصيه سياده الرئيس ومتابعته وتاكيده على زياده حجم الانتاج الدوائي في مصر بكل المعايير العالميه، وفي نفس الوقت نساهم ايضا في تصدير هذه الادويه للدول الاخرى. تمام. بحيث يبقى في نوع من التوفر المستمر او التوفير المستمر لجميع انواع الادويه بمختلف يعني التخصصات الطبيه او مختلف الامراض، بحيث المواطن يجد الدواء اللي بيحتاجه في كل وقت. ودي بشرة خير واخبار حلوه من سيادتك يا دكتور، مع طبعا توجيهات سياده الرئيس واللي شفناه في الاجتماع النهارده، نتمنى طبعا القطاع الطبي اللي في على راس اهتمامات الدوله والمبادرات الرئاسيه والكلام ده كله. بنشكر حضرتك جزيلا دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه، شكرا جزيلا يا فندم. يعني يمكن سمعنا من دكتور محمد عوض تاج الدين تفصيلات اكتر عن القطاع الخاص والكلام ده كله، كمان يا جماعه بيأهل الخط اللي احنا ماشيين فيه بتاع التأمين الصحي الشامل. النهارده احنا بنتكلم تقريبا في 5 محافظات، لسه عندنا حاجة و20 محافظة عشان نغطيها، بس هم ليهم استراتيجية في محافظات معينة من إبلي وبحري ومدن القناة على مستوى أو على سكيل أو عدد سكان صغير، عشان يبتدوا ان هم يشوفوا المشكلات ويعالجوها، بحيث كل مادة يخشوا على محافظات أكبر لحد ما حسب ما الدولة أعلنت. وبنتمنى إن شاء الله إن ده يتم، رغم إن كان ده طبعا قبل كل الظروف الاقتصادية اللي احنا مرينا بيها، بس ان شاء الله يتم على 2030 تكون في تغطية تأمينية صحية، تأمين صحي شامل محترم يليق بكل المواطنين المصريين، تكافلي، يعني القادر بيشيل الغير قادر، والدولة بتسند في هذا النظام مع اللي بيتم في صناعة الدواء. ان شاء الله نشوف طفرة في القطاع الطبي وتستمر في الأيام القادمة. كان في خبر النهارده، حادثه كده غريبه حصلت في مدينه الاسماعيليه في قريه عين غصين او في محافظه الاسماعيليه، عفوا الاسماعيليه محافظه مش مدينه، صباح يوم الاحد، وهو كان انهيار جزئي لاحد جوانب الترعه، في ترعه هناك وغرق بعض الاراضي الزراعيه زي ما احنا شايفين قدامنا على الصوره في التلفزيون قدام حضراتكم كده، واضحة ان توجه الجهاز التنفيذي ورئيس محافظة الاسماعيلية الى موقع الانهيار، حيث تبين انهيار الجسم الغربي لترعة الاسماعيلية بمدينة عين غصين. وطبعا ده الانهيار ده بيخلي المياه تتدفق وبيعمل يعني بعض المشاكل في الاراضي الزراعية. يعني نفهم بقى ده ايه سببه وايه حصل وايه تأثيراته اكتر. بيشرفنا يكون معانا على الهاتف الاستاذ هشام اسماعيل، مدير مكتب جريدة الفجر بالاسماعيلية. استاذ هشام اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ هشام. ايه اللي حصل النهارده وايه الانهيار ده وايه اضراره والكلام ده كله؟ هو أضراره كبيرة. لو هنبدأ ونقول، هو بالفعل كان الكسر بعد فجر صباح اليوم، كان في جسر ترعة الإسماعيلية المتجهة إلى محافظة السويس، وهنقول نتيجته قيام أحد الأشخاص فجر اليوم بعمل ماسورة أسفل الترعة، طبعا فقد السيطرة عليها فانهار جزء من الترعة
كان بعرض في أولها من 5 أمتار وبعد كده بقت 10 أمتار. دي كانت ماسورة إيه يا أستاذ هشام؟ الماسورة دي ماسورة مية ولا ماسورة صرف ولا لا ده كان واحد بيحاول يركب بعد فجر اليوم ماسورة من الترعة للأرض يوصلها للأرض. يعني ده واحد كده مع نفسه بدون التنسيق؟ واحد مع نفسه يعني بعد فجر يعني اليوم. يعني الغلط من الواحد ده هو اللي أدى طبعا مع ضعف الجسر للمشكلة دي. بالفعل يا فندم. اتفضل يا استاذ هشام. تمام. طبعا فقد السيطرة. المية كتير، ده ترعة موصلة من الإسماعيلية للسويس او ترعة كبيرة طبعا. سابها وطبعا فقد السيطرة عليها، هرب، جاري البحث عليه حاليا. المية طبعا كان طبعا بعد الفجر طبعا ما المية دخلت، الناس تفاجئت ان المية دخلت عليهم البيوت. منطقة سكنية، منطقة اسمها عين غصين. المية كانت بطول يعني 2 كيلو بعد ما فتحت ساعتين اتنين، كانت المية بطول 2 كيلو في الاراضي الزراعية اللي هي اشجار المانجو والفراولة. وهنقول كمان كان عشرات الأفدنة من القمح. القمح والمانجا وفي فراولة تقريبا. والفراولة. طب ايه الأخبار؟ ايه الخسائر؟ مشهورة بزراعة الفراولة وخاصة الموسم اللي احنا فيه. طبعا. المساحات قد ايه يا استاذ هشام؟ المساحات قد ايه؟ هي لعندي دلوقتي لم يتم الحصر، بس هي عشرات الأفدنة. المساحة بطول 2 كيلو. طيب الناس دي هتتعوض ازاي يا استاذ هشام من وجهه نظرك؟ ازاي يتم تعويضها واحنا في عز الموسم يعني؟ طبعا خسائر اشجار المانجا، وده موسم التزهير لاشجار المانجا في محافظه الاسماعيليه، فالخسائر طبعا ارتفاع المايه كان اعلى من 50 سنتي، فطبعا ده هياثر على اشجار المانجا او الانتاج القادم لاشجار المانجا، وخاصه منطقه عين غصين ومنطقه الطبيعيه دي المشهوره في محافظه الاسماعيليه بانتاج المانجو. احسن مانجا في الاسماعيليه. دي حاجة. طبعا السيد المحافظ اللواء شريف فهم بشارة شكل لجان لعمل الخسائر المقدرة إن كان في أشجار المانجو أو المنازل أو موسم محصول الفراولة وموسم القمح عند زي الفلاحين. على اتجاه تاني طبعا انتقل اللواء عبد الحميد عصمت، وده كان الساعة 10 صباحا موجود في موقع الحدث، يمكن أول ما انتقلوا لموقع الحدث، وده رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي. أيوة. اللي على الفور قبل ما يقفلوا الجسر كانت شغالة بدلات وعربيات شفط المياه من المنازل، رغم أن المساحة كانت كبيرة. طبعا بطول 2 كيلو متر. لا يمكن حاليا اللي عندي دلوقتي العربيات والبدلات وشفط المياه شغال، بحاولوا يشفطوا المياه من المنازل والأراضي الزراعية برجعها تاني الترعة. طبعا كان في تسريح خاص للواء عبد الحميد عصمت لعندي دلوقتي، لم تتوقف محطات مياه الشرب عن العمل، وخاصة في منطقة عين غصين والضبعية وقرية سرابيوم ومحافظات السويس. في أي خسائر بشرية يا أستاذ هشام؟ حتى الآن لا يوجد أي خسائر بشرية، بس الخسائر في الأراضي الزراعية فقط والمواشي. طيب يا أستاذ هشام، الشخص اللي تسبب بالخسائر دي، إيه الإجراء اللي هيتم معاه؟ يعني عشان هو يعمل حاجة تفيده. شوف حضرتك حجم الكوارث قد إيه، الشخص ده فين وإيه اللي بيتم معاه؟ هو بالفعل تم إلقاء القبض عليه، هو والعدد من المواطنين أو الناس اللي كان جايبهم بيفحر عشان يعدي ماسورة لعرضه. طبعا ده يعتبر إتلاف مال عام ومال خاص. طبعا كان في خسائر فادحة. أنا يعني لو هوصف لك الوضع على الطبيعة طبعا، وكمية المياه اللي غرفت الأراضي وجرفت الأراضي. واضحة معانا على الصور يا أستاذ هشام. لدى المواطنين المية دخلت على الناس. الناس اتفاجئت صباح اليوم المية ارتفاعها متر في المنازل. يعني اللي كان يعني الناس كانت بتقول لك احنا نطلع من المنازل، يعني مش بقول لك نشيل حاجات من المنازل ونطلعها ونروح مكان تاني، لا انا بقول لك احنا نطلع بس من المنازل عشان نتعرف نروح مكان آمن فيه. طبعا شركة الكهرباء على الفور فصلت جميع التيار الكهربائي في 3 قرى مجاورة بالمنطقة. تمام. وال3 قرى مجاورة للمنطقة اللي شهدت انغمار بمياه الترعة النهاردة. تمام يا استاذ هشام. طبعا الجهاز التنفيذي بمحافظة الإسماعيلية لعند وقتنا هذا تم السيطرة على الكسر بالفعل، وتم إغلاق ترعة السويس مبدئي،
وحاليا كان في تصريح خاص من النائب المهندس احمد عصام نائب محافظه الاسماعيليه سوف يتم غدا ان شاء الله مطلع غدا صباح غدا فتح المياه مره اخرى الى محافظه السويس. تمام يا استاذ هشام. تمام. وده طبعا هيكون على مدار العمل على مدار الساعه طوال ليله اللي احنا فيها حاليا. تمام تمام يا استاذ هشام. استاذ هشام اسماعيل مدير مكتب جريده الفجر باسماعيليه، بنشكر حضرتك على هذا التوضيح وهذه التغطيه لهذه الحادثه، ونرجع نتكلم تاني. نرجع نتكلم ونقول ايه؟ ان واحد عشان يعمل حاجه ما بيرجعش للجهات المختصه، بيبوظ حاجات عند الناس وبيتلف مال عام ومال خاص. وشوفوا حجم الخسائر، يعني الاراضي، البيوت، المحاصيل، ملايين. احنا النهارده زي ما استاذ هشام قال لنا، واحنا عارفين كلنا ان اجود مانجا في مصر مانجا الاسماعيليه، والقريتين دول بيطلعوا شويه مانجا، يعني حاجه مانجا، يعني حاجه محترمه. والفراوله اللي الموسم بتاعها دلوقتي، والقمح. فانا شايف من وجهه نظري يعني ان لازم يكون في عقوبات رادعه لكل هذه الافعال، سواء في اي من المجالات. ما هو ده برضو ده زي اللي بيسرق طيار، وزي اللي بيتلف رصيف، وزي اللي بيتلف طريق، ده هنا كمان اخطر، لان هنا الخسائر متعدده. فلازم يعني يكون في ردع، ولازم يكون في قوه، ولازم يكون في تشريع قوي عشان المنظر ده ما يتكررش. انا عندي جناين كتير، وعندي اراضي زراعيه كتير في ابلي وفي بحري وفي كل حاجه، والدوله بتتوسع، فتصرف خطا شوف احنا بندفع ثمنه قد ايه. تعالوا بقى نروح للتعليقات اللي على السؤال اللي احنا سألناه، السبب في هجرة السادة الأطباء أو الكوادر البشرية الشبابية أو شباب الأطباء خارج مصر. تعالوا نشوف التعليقات اللي جات لنا، ومستنيين برضو من حضراتكم إلى أن نصل إلى الفقرة مزيد من التعليقات. أستاذ كراس تامر بيقول التعليم هناك أفضل من هنا بكتير، وفرص عمل هناك أفضل، ورؤوس الأموال عالية برضو. أحلى برنامج، بحبكم وبستناكم. شكرا ليك يا أستاذ كراس. أستاذة نادية بتقول مساء الخير أستاذ شنودة، الدكاترة بيفضلوا العمل في الخارج لأن في مصر الأجور ضعيفة، وخاصة للدكاترة الخارجين حديثا ما تنفع تفتح بيت. معاكي حق يا أستاذة نادية، فعلا يعني اللي بيفضل 6 سنين في الكلية وسنة الامتياز وبعدين التمهيدي ماجستير وماجستير ودكتوراه، مصاريفه في الوقت اللي احنا فيه طبعا بتبقى صعبة يعني. أستاذ مينا رضا بيقول مساء الخير أستاذ شنودة، كل الشباب عايزة تهاجر، مش بس الدكاترة، على الأقل الدكاترة بيلاقوا وظيفة، لكن المؤهلات التانية مش لاقي وظائف. لا هو في عندنا، بس المشكلة إن الوظائف قليلة والشباب عايزة فرص. وخلوا بالكم برضو، يعني أنا برضو عايز أقف عند الحتة دي، هو كله عايز يهاجر، بس الدنيا بره ما بقتش زي الأول. احنا بنتكلم كمان على الأطباء، لأن الأطباء بره مطلوبين دول عربيه، مطلوبين دول اوروبيه، مطلوبين دكاترتنا، مطلوبين. طبعا في تخصصات تانية ومهندسين وبتاع، بس احنا بنتكلم على الـ الاطباء. في فرص في مصر، بس طبعا الفرص مش كتير. يعني احنا مش بنشجع فكره الهجره، احنا بندرس ليه شبابنا بيهاجروا، واحنا عندنا مشروعات ومستقبل وي وي وي، واحنا اولى باولادنا بمشروعاتنا وبحاجاتنا. يعني احنا بنطرحها النهارده من خلال الاطباء. استاذ ماجد بيقول لما يكون شاب متفوق ويتعب ويذاكر حتى يصل لكليه الطب بعد 7 سنين وبعدها جيش، فيكون عمره وصل 27، يشتغل وياخد 4000 جنيه متوقع منه يعمل ايه؟ طبعا مبلغ زهيد، واحنا عشان كده بنتكلم ان احنا محتاجين كادر مالي لشباب الاطباء ويراعوا، واللي يشتغل اكتر، والمساهمه في الدراسات العليا. واعتقد ان في حاجه زي كده اتكلمنا فيها او بتتظبط او هتتظبط في حته انه يكون، وهنتكلم فيها مع ضيفنا النهارده نقيب الاطباء. استاذ يعقوب بيقول لوجود الامكانيات في الخارج ووجود فرص عمل اكبر تضحيه النجاح. استاذ عادل بيقول مساء الخير، بيفترض ان هو ادى 6 سنوات ابتدائي واعدادي وثانوي والوظيفه، وبيتعين بمرتبات بسيطه، وبيفتح بيته ازاي؟ كان الله في العون. استاذ محروس سامي بيقول انا اللي شايفه عن سفر الاطباء للخارج زياده دخل، يعني عايزين فلوس كتير في مصر، وفي كل مكان التخصصات العاديه الكشف من 150 ل 300 ما شاء الله، والاستشاره من 25 ل 50، فدخل الاطباء. لا ما هو هقول لحضرتك على حاجه، ما هو الـ 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 الكشوفات والدخل ده مرتبط بسن الطبيب وخبرته، والدخل القليل والشباب دول بيتعينوا وتكلفاتهم ما بيبصوش للحاجات اللي هي الكبيره اللي بياخدها الاساتذه اللي بيعدوا ال 40 او فوق ال 40، ومش كلهم برضو. يعني احنا برضو عشان نبقى منصفين، مستنيين مزيد من التعليقات حول اسباب هجره شباب الاطباء المصريين الى الخارج. تعالوا نرجع تاني لاخبارنا، والخبر الجاي عن الفراخ.
انا عارف اول ما بجيب سيره الفراخ واجيب سيره البيض الناس مستنيه بقى تعرف ايه. هو النهارده يعني اعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن اطلاق مبادره لتخفيض اسعار الفراخ بنسبه من 10-15% ليكون السعر تسليم ارض المزرعه 85 جنيه كما تم التوافق على خفض سعر كرتونه البيض ل 140 جنيه من مستويات 156. مش عارف البيض 140 ده تسليم برضو المزرعه ولا تسليم التاجر ولا للمواطن المستهلك. انا بس هسال على حاجه، يعني هي حاجه كويسه بس هي ليه مبادره؟ يعني هي ليه ما يكونش ده الطبيعي؟ ما هو احنا عمالين نتكلم يا جماعه وبقالنا ايام نقول ما هو العلف نزل والحاجات نزلت والدولار مستقر، يعني ليه هي مبادره؟ انا عايز الطبيعي، انا مش عايز مبادره، انا عايز الطبيعي ان حاجه تنزل لمستواها الطبيعي. وهنا بقى يعني امتى الناس تحس بقى يعني بالكلام ده كله؟ اتحاد الدواجن قال لنا انه سيتم تنفيذ المبادره بدءا من 2 ابريل. اسعار الدواجن النهارده يوم الاحد 31 مارس شهدت تراجع طفيف. مين هيراقب عليها؟ ومين هيلزم الناس دي بكده؟ ومين اللي هيحدد سعر كرتونة البيض توصل كام؟ انا النهاردة يا جماعة يعني انا امبارح كنت بكلمكم على سعر كرتونة البيض، انا مش عايز اقول يعني انا شفتها في محلات من اللي بتبيع بالجملة او بنص جملة، النهاردة زادت عن امبارح 7 جنيه، انا شايفها مش مفيش حد قايل لي وانا بشتري حاجة بيتي النهاردة الصبح. زادت. طب ليه؟ والنهارده بيقول في شهد التراجع، فين التراجع الطفيف ده؟ انا ما شفتهوش التراجع الطفيف ده. وحسب الاسعار المعلنه داخل بورصه الدواجن وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضة 90-91 لتباع للمستهلك بتراوح 5-10، يعني لو 90-95 و10 يعني برضو لسه لحد 100. يعني فين التسعينات والثمانينات والسبعينات واللي كانت قريبه من كام شهر؟ وكان سعر الدولار اعلى من كده على فكره. كان سعر الدولار ما كانش الجنون اللي كان في الاخر شهرين، ما كان حضراتكم مثلا على شهر 11 ولا 12 ولا 10، كان في سبعينات وكان في اواخر الستينات. ليه ما رجعش لكده؟ وكان ساعتها سعر الدولار اعلى من كده. في حين سجل سعر الدواجن الساس ومستوى تراوح من 98 ل 101 وسعر الفراخ البلدي 80 جنيه. فيعني برضو يعني هي فكره المبادره العنوان او المانشيت كده يخطفك الله، لكن تيجي تبص للتفاصيل انا مش عايز مبادره. أنا عايز سعر الناس تعرف تأكل عيالها فراخ، تعرف تأكل عيالها بيض. يعني أنا بتكلم في سلعتين يا جماعة، البروتين الرخيص، الفراخ والبيض. إذا كنا النهاردة بنتكلم عن اللحمة والمبادرات والكلام ده كله بس دول أساس. فنتمنى نشوف الأيام الجاية، يعني أنا مش هزهق إن أنا في كل حلقة سواء حلقاتي أو حلقات يوستينا أو الحلقة اللي بنقدمها مع بعض إن إحنا نتكلم في الموضوع ده، لأن إحنا في الآخر كلنا بنعاني من هذا الموضوع. نتمنى يعني وزي ما بيقول المثل فلح ان صدق ولا صدق ان فلح، يعني مهم ان هو يصدق او اللي افلح ان صدق، مهم انها ما تكونش كذبه ابريل يعني. طيب في خبر تاني برضو كويس ومن الحاجات الكويسه واللي احنا سمعناها الايام اللي فاتت، المنح او القروض او الحاجات اللي جايه لمصر هتتوجه لايه. تعالوا بقى نعرف وزاره الماليه النهارده بتقول لنا خبر كويس جدا الحاجات دي جزء منها يتوجه لايه. الماليه بتقول اتاحت 120 مليار جنيه تمويلات ميسره للانشطه الانتاجيه بفايده كام؟ 15%. دي حاجه كويسه جدا. وتمويلات مخفضه للمشروعات وزياده القرض ل 100 مليون جنيه بفايده مدعمه. دكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه مع الساده الوزراء وافق على هذه المبادره والاتخاذات والاجراءات اللي اتخذها لتمكين القطاع الخاص وزياده مساهمته في النشاط الاقتصادي. المتعسرين اللي عندهم مشاكل اتاحت 120 مليار تمويلات ميسره للانتاج الزراعي والصناعي بفايده 15%، دعم القطاعات الانتاجيه الفراخ والبيض والزراعه واللحمه والالبان واللي احنا بنتكلم فيه. فالدوله بتعمل اهي، انا عايز بقى اشوف تاثير ده. وقال محمد معيط وزير الماليه انه سيتم اتاحه 120 مليار ويتم تخصيص 105 مليارات لتمويل راس المال العامل، 15 مليار لشراء الالات. يعني هي برضو محدده الكلام ده كله وفيها شويه تفصيلات تانية. تعالوا بقى نفهم بقى التفصيلات اكتر ونفهم تاثير ده على القطاع الاقتصادي بكل فروعه في وانعكاس ده على النشاط الاقتصادي والمتعسرين واللي عندهم مشاكل. بيشرفنا ان يكون معانا على الهاتف دكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي. دكتور بلال اهلا بيك. مساء الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين والمشاهدات. اهلا بيك يا دكتور. خبر مهم النهارده وخطوه مهمه من وزاره الماليه عشان تدي دفعه شويه للسوق واللي شغالين في السوق، حضرتك شايفها ازاي يا دكتور بلال؟
بالتأكيد خطوة مهمة جدا، خاصة ان تكلفة التمويل زادت على المصنعين في مصر. يعني خلينا نقول ان قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المدعوم الجامع الصحفي الصادر يوم 6/3/2024 اشار لده بالمناسبة، اشار الى ان زيادة تكلفة التمويل هو ضرر، ولكن ضرر يعني نقدر نقول اخف وطأة من تأثير التضخم، لان احنا شفنا ان البنك المركزي المصري زود اسعار الفايده في مصر 600 نقطه اساس، يعني حوالي 6%، وكان قبلها زود 2%، وبالتالي فهو زود 8% منذ بدايه عام 2024. وبالتالي لما بنشوف بقى تاثير ده على المصنع المصري، يعني لما بنقول النهارده ان سعر الايداع 27 وربع وسعر الايداع 27 وربع وسعر الاقراض حوالي 28 وربع، وبالتالي متوسط الكوريدور النهارده 27.75، البنك لما بيجي يقرض بيقرض بلس 3% او 4%، بالتالي النهارده التكلفه هتكون على المصنع حوالي 31%، وبالتالي دي تكلفه كبيره جدا، ممكن قوائم الدخل للشركات والتكلفه بتاعته ما تقدرش تتحملها في الوقت ده. فالنهارده الدوله بتقدر علش عايزه تعمل عمليه دعم للنشاط الانتاجي، عايزه تقدر تضمن توفر للسلع، هي بتحارب التضخم. فانا النهارده البنك المركزي بيعمل سياسه تشديد نقدي، وبالتالي بيرفع اسعار الفايده وبيحول سعر الفايده الى سعر فايده حقيقي. يعني خلينا نشوف في نهايه ديسمبر كان سعر الفوائد في مصر اعلى شهاده ادخار كان 24%، في حين التضخم كان 34%، وبالتالي النهارده كانت الفايده بالسالب، وبالتالي هي دي كانت احد اسباب الناس كانت بتروح لظاهره الدولار. وبالتالي النهارده البنك المركزي بيشتغل على جانب اللي هو التشديد النقدي وسحب السيوله من السوق وايداعها لدى الجهاز المصرفي، جانب اخر بيعوض المصنعين ان هو بيتيح لهم تمويل. التمويل ده انا شايفه تمويل منخفض التكلفه، بنتكلم النهارده على تمويل بحوالي 15%، مخصص ليه حوالي 120 مليار جنيه، 120 مليار جنيه حتى في تقسيمتهم ظهر جدا اهتمام الدوله بموضوع راس المال العامل اللي هي مستلزمات الانتاج، مستلزمات الانتاج الداخله في اعمال تصنيع بحوالي 105 مليار جنيه وحوالي 15 مليار جنيه لتحديث الميكنه والالات المعدية. دكتور بلال، كانت من ضمن الحاجات اللي احنا بنناقشها مع ضيوفنا هنا في فقرات البرنامج مثلا قطاع زي قطاع مزارع البيض، كانوا بيقولوا مثلا في ناس كتير خرجت منه بسبب المشاكل والتعثرات المالية، هل ممكن هذه القطاعات بهذه الإجراءات نلاقي تاني في مزارع الدواجن، في البيض، في مربيين اللحوم، في بعض القطاعات الزراعية، نلاقي الحاجات دي أو الإجراءات دي تظبط فشوية شوية الأسعار تظبط معانا والسوق يرجع كما كان؟ خلينا أقول لحضرتك، هي في البداية فكرة إن وجود تمويل بسعر فائدة منخفض ده جزء رئيسي نحو تشغيل الاول المصانع والشركات العامله في القطاع او القطاع الزراعي او الانتاجي او الصناعي حاليا دلوقتي، بالتاكيد طبعا الناس اللي هي حصل لها تعثرات ماليه نتيجه لارتفاع تكلفه التمويل عليهم من فتره وارتفاع التكاليف الانتاجيه بشكل كبير. النهارده الدوله بتحاول انها تخفض التكاليف بشكل كبير، انها بتوفر لها رقم واحد قدرت انها توفر الدولار النهارده متواصل فيها الجهاز المصرفي، يتراوح سعره من 46 ل 47 جنيه، فبالتالي موجود في الجهاز المصرفي، تلاشى تماما السوق الغير رسمي، النهارده ما بقيناش نسمع فيه سوق غير رسمي، تحويلات المصريين عاملين خارج بدات تدخل الجهاز المصرفي، فبالتالي هناك وفره والسيوله الدولاريه لدى الجهاز المصرفي، واحنا شفنا ده حتى في تصريحات دوله رئيس الوزراء لما اشار ان تم الافراج من الموارد المصريه بحوالي 2.8 مليار دولار، وتبقى 1.8 مليار دولار، وهو وجه دعوه للمصنعين ان هم يفرجوا بسرعه الافراج عن مستلزمات الانتاج الجديد، وبالتالي النهارده توفير الدولار مع توفير التمويل اللازم لدوران عجله الانتاج، اعتقد ده هينعكس بشكل كبير جدا، خاصه انا شايف في ميزه كمان اتاحتها المبادره دي، اتفضل. اللي كانت المبادره بتاعت ال 11% السابقه، المبادره اللي تم الانتهاء العمل بيها، ولكن طبعا بالنسبه للعملاء المستخدمين المبادره ما زالت يتمتعون بمبادره، لكن ما فيش اقراض فيها بشكل كبير، لكن المبادره الجديده اللي هي السعر عائد 15% بتتيح النهارده للشركه الواحده انها تحصل على 100 مليون جنيه الحد الاقصى للمبادره. رائع. المبادره السابقه كانت 75 مليون، فبالتالي النهارده اعتقد هي عملت حساب للتضخم اللي احنا عشناه الفتره الاخيره. طبعا وهنشوف. وبالنسبه اتفضل. بالنسبه للاطراف المرتبطه، يعني لو المصنع ده عنده شركه شقيقه، يعني عنده مجموعه شركات، اقصى حجم ياخده حوالي 130 مليون جنيه، ده رقم كويس جدا، نقطه على الطريق الصحيح لدعم المصنعين في الفتره الحاليه، وهنشوف انعكاسها على توفر السلع في الاسواق، وبالتالي اعتقد هنشوف انخفاض في انخفاض معدلات التضخم الفتره القادمه. ان شاء الله نتابع ده ونشوفه خلال الفتره القادمه. دكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي،
بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. مهم قوي اللي بيتم ده. ليه؟ لان كان بنسمع مفيش دولارات، فناس خرجت او ناس بتخسر نتيجه ان هم لازم يبيعوا بسعر معين. الكلام ده سمعناه من الناس اللي شغاله في البيض والناس اللي شغاله في الفراخ وبعض الساده المزارعين من اهالينا في بحري وابلي وبعض القطاعات وهنا 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 وهنا. طيب هرجع واقول تاني، الدولار بيستقر وبينزل، الحكومه بتبتدي توجه جزء من احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات وقلنا ان تقريبا في حدود 60 مليار دولار لداخلين مصر، جزء منه القروض دي هتوجه لحل هذه المشكله. فالنهارده ابتدينا نشوف توجهات الدوله في كده والحاجات دي كلها بتتم. طب انا عايز اشوف بقى على ارض الواقع، انا عايز اشوف على ارض الواقع الكلام ده. في حاجات هتاخد وقت عشان ابقى منصف، يعني انا مش بقول بكره ولا بعده ولا الاسبوع الجاي، بس في حاجات لازم نحسها وفي حاجات لازم نحس ان في زي ما كان، زي ما بقول لحضراتكم كل مره، زي ما كان في الطلوع ده عايزين نشوف نزله حلوه كده، نزله ترضينا في الاسعار. طيب تعالوا بقى نتنقل لملف تاني وموضوع تاني، وهذه المره ملف خاص بالاسكان، ولكن مش الاسكان بقى البنى. في ناس بتحب انها تاخد اراضي وتبني، سواء في المدن في المحافظات حوالين القاهرة، في المدن الجديدة، سكن عائلي، زي ما يعني الدولة بتوفر الكلام ده كله. وزارة الإسكان النهاردة قالت، وحسب تصريحات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق العمرانية، إنها بدء الحجز الإلكتروني للأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد من غدا، بالطرح الرابع للتخصيص الفوري لمشروع مسكن بنظام الطرح الدائم بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي، ودي خطوة كويسة جدا. أوضح وزير الإسكان أن الطرح بيأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الإتاحة الدائمة للأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها من خلال الموقع. طبعا في حاجات نواحي اكتوبر، وفي حاجات نواحي الشروق والعشر من رمضان، وفي حاجات في محافظات ابلي وبحري وكده. تعالوا نفهم اكتر تبعات هذا القرار وتأثير هذا القرار وانعكاسه على السوق العقاري. بيشرفنا يكون معنا استاذ اشرف العمده، مدير تحرير الجريده العقاريه. اهلا بيك يا استاذ اشرف. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ شرمدة، واهلا بكل مشاهدين حضرتك الكرام. اهلا بيك يا فندم. قرار مهم وموضوع متهيألي كتير من الناس كانت مستنياه، نفهم من حضرتك اكتر اهميه هذا القرار. بالنسبه للقرار الخاص ب طبعا وزاره الاسكان اليوم، هو طرح المرحله الرابعه من مشروع مسكن بالاراضي الصغيره الخاصه بالافراد. هم تقريبا الطرح الحالي بيشمل 1747 قطعه في اكثر من 16 مدينه جديده. تمام. قبل ما نتكلم على الطرح الجديد، هو حضرتك بالنسبه لفلسفه وزاره الاسكان في طرح الاراضي للافراد، من شانها اولا توفير قطع اراضي للافراد لانشاء او تطوير بعض الاراضي المتاحه في المدن الجديده، وبالتالي بتوفر وحدات سكنيه خاصه بكل الافراد. الطرح الحالي ان شاء الله هيبدا طبعا الحجز عليه ان شاء الله هيبدا من بكره حتى 30/5 القادم، يعني لمده شهرين. وبالتالي وزاره الاسكان هتستقبل كل الناس اللي هي راغبه في الحصول على وحده، في الحصول على قطعه ارض طبعا خلال الطرح الحالي. وهل في طلب كتير يا استاذ اشرف؟ يعني هل في ناس مقدمه على قطع الاراضي دي اعداد كبيره؟ لا، هو الطرح هيبدا من بكره ان شاء الله. لا انا بتكلم عموما، يعني بخبره حضرتك بيبقى في ضغط جامد؟ تقريبا لو انا طارح 2000 قطعه، 2000 قطعه ارض في المدن الجديده، تقريبا بيقدم عليها اكثر من 50,000 واحد. او 60,000 واحد، يعني تقريبا افهم يعني النسبه من حضرتك عشان اكيد بالخبره عارف. النسبه تتراوح من 10 ل 15 ضعف. تمام. بالنسبه لوحدات القطع الاراضي المطروحه، في سكن متوسط وفي متميز وفي اكثر تميزا. طبعا بالنسبه للاسعار هتلاقي الاسعار في اسعار متفاوته، ولكن ستزيد الاسعار بنسبه من 5 الى 20% مقارنة بالطرح الأخير. وبالتالي طبعا علشان لجنة التسعير في هيئة المجتمعات العمرانية إعادة التقييم أو التسعير بتاع الأراضي وفقا لآلية العرض بالنسبة للمدن الجديدة. حضرتك أنت برضه ذكرت جزء مهم جدا من البيان، ألا وهو ظاهرة يعني تسقيع الأراضي ومحاربة السمسرة. السمسرة حضرتك لو بتشوف حضرتك إن هيئة المجتمعات العمرانية بتعمل بحث شامل أو دراسة شاملة كل 3 شهور على القطع الاراضي اللي تم طرحها، وبالتالي بتعرف
الاوفر اللي هو معروض في السوق، ومن خلاله بتقوم بطرح عدد اكبر في المدينه اللي عليها اقبال. في بعض المناطق وبعض المدن وصل فيها الاوفر تقريبا على الاراضي المتوسطه 500,000 جنيه في الاكثر تميزا. حتى دي فيها برضه فيها اوفر برايس برضه، حتى الاراضي فيه طبعا في اوفر طبعا اكيد بيوصل ل 2 مليون جنيه اصلا في بعض القطع المميزه والاكثر تميزا. ايوه فاهم. بخلاف طبعا في ان شاء الله هيبقى في طرح جديد باذن الله للمصريين العاملين بالخارج من خلال المرحله التاسعه لمشروع بيت الوطن، وده هيبقى ان شاء الله هيبقى فيه 8 مدن ان شاء الله خلال المرحله اللي جايه باذن الله. تمام. طيب نتمنى ان احنا نشوف ان شاء الله مزيد من هذه المشروعات وانعكاس ده كمان على القطاع العقاري في الفترة اللي جاية. استاذ اشرف العمدة مدير تحرير الجريدة العقارية، بنشكر حضرتك على هذا التفصيل والايجاز والشرح المفصل، شكرا ليك يا فندم. طيب زي ما بقول لحضراتكم ان كل الحاجات دي يعني احنا بنتكلمنا الاول في بداية الحلقة على القطاع الصحي والطبي وتوجهات سيادة الرئيس، وبعدين اتكلمنا على موضوع الدواجن، وبعدين اتكلمنا على اتاحة القروض يعني والتمويلات الميسرة للأنشطة التجارية المختلفة. النهاردة بنتكلم على الأراضي. الحركة دي في كل القطاعات تعمل شغل في البلد، تعمل يعني، بس هي القصة كلها بقى التوجهات والنسب والأولويات والقطاعات اللي تشغلني أكتر والقطاعات اللي تقضي على بطالة والقطاعات اللي لما تشتغل فالأسعار تنزل والناس تلاقي فرصة شغل، فلاقي فرصة شغل كويسة فاخد مرتب كويس فأقدر أشتري اللي ما كنتش قادر أشتريه امبارح أقدر أشتريه النهاردة أو بكرة أو الأسبوع الجاي. هي زي ما قلت لحضراتكم يا جماعة هي منظومة تروس دايرة في بعضيها، لو في ترس واحد واقف أو ترسين الدنيا مش هتمشي، لازم الدنيا تبقى ايه متكاملة مع بعضيها عشان ده ينعكس علينا وعلى مستقبل ولادنا في الشغل وفي المعيشة. وكده كده يا جماعة مع الوقت التكلفة بتزيد والدخول مفروض تزيد، بس الأسعار تبقى متناسبة مع الدخول. ما اقدرش اقول اقارن اسعار ب 30 40 سنه فاتوا اقول فين ايام، فين ايام، بس كان الدخل ايه والوضع ايه. انا النهارده محتاج يكون في حركه في البلد عشان يكون في فرص شغل كويسه، عشان المجتهد والشاطر يلاقي فرصه بدخل كويس، وبالتالي يقدر يعيش ويشجع غيره يعني هي الدنيا كلها كده. مفيش حد يقعد يعني يحط ايده على خده ويستنى شغل ويستنى اللي يديله يصرف عليه، هي الدنيا كده، اجتهد واتعب، بس وانا بجتهد واتعب ابقى عارف ان في نتيجه، ان في مستقبل كويس، ان في مشروعات، ان في، لكن انا بجتهد واتعب وانا مش لاقي لا. النهارده مثلا احنا بنفتح الموضوع المهم بتاع هجره الاطباء، طالب مجتهد وشاطر زي ما جات لنا في التعليقات ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه وكليه وتعب واهله تعبوا، بعد ده كله مرتبات قليله ومطلوب منه عشان يلاقي فرصه شغل كويسه يعمل ماجستير ويعمل دكتوراه، بهدله ممكن يلاقيها في الطوارئ، دخول يعني قليله، الدراما ورتنا في بعض الحاجات، مسلسلات لسه شايفينها قريب، يعني شبابنا وتحديدا شباب الاطباء اللي هنتكلم عليهم النهارده ثروه بشريه مهمه جدا، ليه سعره وليه ثمنه في اي دوله عربيه روح او في اي دوله اوروبيه. الدكتور المصري فعلا ليه سعره وليه ثمنه، انه متدرب كويس، كليات الطب عندنا فيها كوادر واساتذه كبار، فلازم انا كبلد انا محتاج. ما هو الرئيس النهارده بيهتم بالقطاع الطبي، ما هو دول اساس القطاع الطبي ودول اللي شايلين القطاع الطبي، طبعا مع اطقم التمريض والاداريين وي انا مش بقلل من حجم حد، بس دول الاساس. لما المنظومه كلها تتطور والناس دي تترعى وتتحط في مكانها الصح هينعكس ده عليا انا كمواطن، هلاقي دكتور بيديني علاج صح، بيقابلني مقابله كويسه، ما في الوحدات الصحيه ما بيبقاش فيه من الضغط وي هات اللي بعده عنده 100 كشف و150 كشف. هي برضه هرجع اقول نفس الكلمه، هي منظومه متكامله. عشان كده في الفقره اللي جايه مع الدكتور اسامه عبد الحي نقيب الاطباء اللي هيشرفنا فيها ورئيس اتحاد الاطباء العرب هنفتح هذا الملف وهنتكلم نشوف كل المشكلات ازاي نقدر نحل هذه الإشكالية، هنتكلم فيها بكل وضوح وكل ما يدور في أذهان ولادنا وشباب الأطباء وكل الدكاترة المصريين، كل ده هنتكلم فيه ولكن بعد الفاصل.